غنى في عيد مواعيده، هاي الناجح يرفع ايده، هاي غنى في عيد مواعيده، هاي. مرحبا يا حلوين، الليله ليله توزيع نتائج منتصف الفصل، الليله الليله يا ويلي شو بده يصير؟ وين بدكم تودوا وشكم؟ ما عند الامتحان يكرم المرء او يهان. تنبلش ونشوف شو عاملين، كل واحد بقول اسمه يرفع ايده. صفر على 20 معقول؟ 1 على 20؟ نص على 20؟ هودي تلاميذ، هيدا درس يا ضيعان التعب، يا ضيعان الصفوف، يا ضيعان تعبك يا دره. يه 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 يه، شو هالعلامات هيدي؟ شو هالمستوى؟ انتو تلاميذ انتو؟ ولك انا الليله بالمسطره رح فرجيكم واحد واحد كيف يكون القصاص مع دره. حديثي مع اولياء امركم انا بفرجيكم. قم للناظرة درة وفيه التبشيلة، اسمع درة وابكي في المناديلة. بعلامات مين ببلش؟ أول فحص، فحص الكيمياء. رفيال كيف الكيمياء هالأيام؟ مع حنان ولك شو عامل، ولك شو عامل. لو بتركز بالدرس حاجة منه بين حنان ودينا. شو يا حنان دخلك؟ شو سألك بياع الورد؟ شو اسمه بياع الورد؟ حلو، مجوز، أعزب. سألك عن درة؟ حنان ورفيان صفر على الكيمياء اثنيناتكم. محمد كيفك بالحساب؟ قديش علامتك قولك؟ رح تزبط حساباتك الليلة أم حساباتي أنا؟ قبل ما اقول لك علاماتك بدي اعرف ايهاب كمان اذا حسب حساب النومينيشن هالاسبوع. محمد وايهاب حساباتكم الليله مش بمحلها ابدا. عباس محمد نص على 20 وايهاب ربع على 20. الله شو هيدا؟ الله انتوا بدكم ضرب وجنب وطرح، والليله رح تتفاجئوا كثير كثير ورح تراجعوا جدول الضرب 1000 مره. فاشلين هنعمل ايه؟ قصاص الليلة كبير كتير. شانتال حطت لك واحد على الخط، شو عاملة ملهية مع علي؟ هيدي شانتال بدي أعطيكم قصاص تكتبوا 100 مرة، كل مرة بلون وبسطر إيه سطر لا. الجملة الآتية: درة أجمل معلمة في الكون. ما سألتوني ليش القصاص، ولو هيدا غناء بالبرايم، هيدي نتيجة الدرس والتحضير. غيرت رأيي، القصاص 1000 مرة، رح جيبكن لعندي حتى تعملوه منيح. دينا يا دينا، كيفك بدروس التاريخ؟ قولك الليلة رح يكون تاريخ مصيري بالنسبة لإلك. كنت تاريخ أسود. ولا رح تضلك تذكري إنه درة قالت اسمك بين النومينيز. بكره ضحكتك، يعني انا بحب شكلك بس بكره ضحكتك. يلا دقايق وبتعرفي. بهمني تعرفي انه علامتك على التاريخ 1 على 20. انا بكره التاريخ اصلا. علي عيوني ولو يا علي كل هالفصاحة بالأكاديمية وكل هالخطابات، بس 5 على 20. اه حلو. على الادب العربي بس مانك هيه بالادب الفرنسي. بتقلنا لشانتال مواسي بتقلنا والله قصاصي اليوم ليعلمك كيف يكون الادب. دخلك مين كنت عم تتحدى بالبرايم؟ عم تتحدى دره؟ لعندي رح جيبك الليله وقل لك مين الاشطر بالتحدي. مروان ونسيم تفضل. مين مسرب المعلومات للتاني؟ نفس الامتحان، نفس الكلمات، مين مغشش التاني؟ هلا اعترفوا،
هلا بدي اياكم تعترفوا. لا بس بتحطها انا عندي كمان اعتراف خطير لواحد منكم الليله، بس بعد شوي. يلا. بس الامتحان لا جغرافيا ولا تاريخ ولا حساب ولا لغه، بشو انتو شاطرين؟ شو هيدا؟ كيف عم تقضوا ايامكم بالاكاديميه؟ شو يلي شاغل بينكم عن الدرس؟ وين عقلكم؟ بالرقص؟ بالغرام والانتقام والكلام الفاضي، قصاصكم كتير كبير الليله، اسمعوني منيح يا طلاب. أنا الأستاذة درة مش راضية أبداً عن مستوى التعليم. كرمال هيك قررت استدعي ثلاثة منكم يجوا يكملوا دروس خصوصية داخل المدرسة. يلا أول نوميني تنشوف النتائج، مين حابب يقعد على حيط الشرف يلي وراي. الو الو حضرة المدير، مين لا حرام. طيب مثل ما بتريد. جيفو زومبي اول نوميني حنان. فضلك يا عيني. حاضر حاضر ما تاخذني. اوكي اوكي مثل ما بتريد. بتقول انيس، منقول انيس. شو طالع لي يعني؟ اذا تاني نوميني دينا. كنت عارف هعمل نيو لوك مع فيكتور. تالت نوميني يلا لنشوف. يلا يا درة. ايه النطرة. اف كيفك انت؟ ملا انت قال عم بيقولوا صار عندك ولاد. انا والله كنت مفكرتك برات البلاد. كيفك انت؟ ملا انت. الحمد لله انا منيحة. اوكي اوكي خلص 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 فهمت فهمت. يلا يلا يا درة بلشي. تالت نوميني شانتال. اللي انا قلت لهم امبارح يا درة، حلاوتك يا درة. اذا النومينيز التلاتي حنان دينا شانتال. شانتال ألف بي وبوباية، قلم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح وأنتو بتقروا وراي. ألف بي وبوباية، قلم رصاص ومحاية. بدي اجتهاد، بدي تركيز، بدي تصيبوا الطبقة، بدي ناس تتخرج بشرف. رجعتكم بآخر الفصل تشوف علاماتكم. تصبحوا على خير.